بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهنيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من النماء والازدهار، مؤكدا سموه على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف الصعد. وبعث سمو رئيس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أعرب سموه فيهما عن خالص تهانيه لهما بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة. كما بعث سموه برقية تهنئة مماثلة إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.